60 بدأ تطبيقه في أكثر من 60 مدينة وقرية في البلاد. الناصري أيضا واحدة منها. هذا المشروع له عدة جوانب. أحد الجوانب هو الجوانب التربوية التثقيفية، وهناك عشرات من الفعاليات التي خططت وتستند إلى أبحاث ميدانية. كانت المرحلة الأولى من العمل في هذا المشروع هي أبحاث ميدانية لتحديد الاحتياجات وتحديد وضع صورة حقيقية مبنية على معطيات. بعدها تم بناء الخطط. في الجانب التثقيفي القيمي ويجري تم بناء عديد من الفعاليات والأنشطة اللي بنيت أخذا بعين الاعتبار معطيات المدينة، ويجري تطبيقها من خلال النوادي، من خلال المدارس، من خلال الأطر الجماهيرية في مدينة النصر. وهذا جانب لا يمكن أن نستهتر فيه، رغم أنه نتائجه لا تقاس لا بالمتر ولا بدرجة الحرارة ولا بأي مقياس إمبيري ولا بأي مقياس رقمي. نتائجه هي بالأجواء العامة اللي ممكن أن تكون أن تسوء أو أن تكون أفضل، أو أن يتم من خلالها لجم تدهور، لأنه أحيانا لجم التدهور هو إنجاز بحد ذاته. طبعا تشرك مربين، مربيات، نوادي، أهالي في المدارس وما إلى ذلك. هناك جانب آخر لنفس هذا المشروع وهو جانب تطبيق القانون، وكما هو معروف المسؤول عن تطبيق القانون الردع والعقاب هو الشرطة. العقاب أيضا جهاز القضاء بعد أن تقدم الشرطة الملفات إلى جهاز القضاء. في هذا المجال نحن نعمل كل ما بوسعنا للضغط على الشرطة بأن تقوم بواجبها في هذا المجال. ونحن نقول وقلنا وفي كل مناسبة وأيضا في اللقاءات مع الشرطة في كل المستويات أننا غير راضين عن الأداء، وأن ما يخصص لمتابعة قضايا العنف والجريمة لا يتلائم مع الاحتياجات من الناحية الكمية، وأيضا سلم الأولويات الذي تعمل فيه الشرطة من ناحية سياسات تطبيق لا يتماشى مع سلم الأولويات للجمهور. سلم أولوياتنا هو أولا أمن المواطن، الأمان وأملاكه. الشرطة في إسرائيل هي شرطة مركزية، هي شرطة وطنية، وبالتالي سلم أولوياتها أكثر هو في الجانب جانب الأمن وليس الأمان، وهذا ينعكس في رؤيتنا لتواجدها في الأحداث المختلفة وفي التواجد العادي واليومي. ضمن مشروع مدينة آمنة، أحد التطويرات اللي ستكون هي بناء جهاز من شبكة كاميرات ومركز مراقبي بلدي، مش في الشرطة، مركز مراقبي بلدي اللي من خلاله يمكن مراقبة كل النقاط وكل البؤر بين قوسين اللي يمكن أن تكون مسرح لأحداث سلبية، وإمكانية أن يكون هناك مباشرة تحذير أونلاين لأي شخص ممكن أن يرتكب أي شيء مخالف للقانون لحظة لأنه في عندنا مراقبة مركزية لكل الكاميرات اللي راح تكون في أنحاء مختلفة في المدينة. أنا بعتقد مجرد وجودها ستشكل رادع كبير وتقليص في نسبة الأمور السلبية اللي تحدث في أماكن مختلفة في المدينة. طبعا تحدثت أنا قبل في البداية عن شيء جديد سمي الشرطة البلدية، وهذا أيضا سيضيف قوة اللي تعمل فقط ولا بأي حال يمكن أن تعمل في الأمور العادية المناطة بالشرطة، وإنما في أمور للمدينة
مرتبطة بجودة الحياة وبناء على سياسات تقرر من طاقم مهني اللي البلدية فيه هي البلدية وممثلي المدينة بمختلف هيئاتها هن من يضع هذه السياسات. كل هاي مع بعض تقديري انه بمدى يعني سيكون هناك شعور عام، قلت انه ما فيش امكانية ان نقيس بمقاييس رقمية، ولكن تقديري انه سيكون هناك تغيير في الشعور العام لدى المواطنين. ومعروف انه البلدية مؤسسة اللي عانت كثيرا من العنف بما في ذلك من العنف الذي مورس تجاه أقسام إداريين وإدارة البلدية. لذلك هذا الموضوع قريب كتير بالنسبة لنا، وإحنا كل الوقت نقول كمان للشرطة إنه إذا لم تعالج، إذا لم يعالج العنف الذي يمارس ضد ممثلي جمهور وضد مؤسسات بشكل يعكس الإصرار على الردع، ماذا سيقول المواطن العادي حين يعتدى عليه، أو إذا كان الناس اللي انتخبتهن معرضين لإشي من هذا النوع؟ كيف أنا بدي يكون لي ثقة؟